أنا في حاجة إلى رمز النمر. الآن يمكنك التواجد في مكانين. هذا رائع، النمر حر، حر لأكون أنا. كم هو مزعج الانحشار معه في الجسم ذاته. لا، هذه غلطة كبيرة، يجب ألا نكون شخصين. أرأيت ما أعنيه؟ ابتعد عن طريقي أيها الهر. لقد خاب أملي فيك يا جد، أنت تعلمين أن اللعب بالرموز ممنوع. ممنوع؟ لا، قل غير ذلك. يجب أن نعود لنصبح واحداً في الحال. ذلك لن يحدث. افتح الباب يا جاكي، هذه الحقيبة ثقيلة.